أما هلأ مساحتنا الأولى رح تكون من عالم الطفولة سالي، يعني بفصل الصيف يمكن بتكتر الحساسية الجلدية نتيجة أنه نتعرض الأطفال للشمس، بتعرض الأطفال لتغذية غير صحيحة بسبب عدم انتظام وقتهم، إن كان بصيروا خارج المنزل كتير وقت بالمصايف بالمسابح، يعني بيتعرضوا لعوامل كتير كبيرة. الحساسية عند الأطفال، طرق العلاج، وليش ممكن تصير حساسية عند أطفالنا، هاي المعلومات رح نتعرف فيها مع دكتور محمد وائل شحادة، ماجستير بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة. يسعد صباحك دكتور. صباحكم، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح، يعني نحن هلأ فينا نقول فتنا بمرحلة الشمس القوية، مزبوط. أو بلش الشوب هلأ يقوى طبعا. نشوف اليوم ارتفاع الحرارة من اليوم ومبارح كثير يعني مثل ما بنعرف الأطفال هن بيمتلكوا البشرة، خلينا نقول الناعمة للرقيقة، يعني لسه ما يعني تفاعلت شوي مع عوامل الخارجية. كيف إذا كان الشمس، يعني كثير من الأطفال بنشوفهم يا حرام بفصل الصيف غير القرص يلي بيعبي وجههم وجسمهم، أيضا عندهم مثل هيك بقع من الحساسية، آثار شمس. فهذا الموضوع بس بنحكي عنه، حساسية الأطفال لهذا الموضوع نعرفه أول شيء. هلا هي مثل تفضلتي، بشرة الطفل حساسة لأي عامل مؤرخ، بشرة الطفل حساسة له أكثر بكثير من الأشخاص البالغين. نحن بنشوف من أنماط التحسس عند الأطفال، من أرجية الرضيع اللي هي للحليب ثانية أو الأرجية عند البالغين أكثر من البوظة، الشوكولا، الحليب، أي المواد المؤرجة الثانية. حاليا رح نشوف هلا عم نشوف رح نفصل الصيف، هي ما عم بوصل قصة ضربة الشمس، هي حساسية نوعا ما بصيب على التعرض للشمس. بنلاقي الطفل صار يشكي من حكة شديدة بعد ما طلوع من المسبح، أحيانا صراحة الحكة ممكن تخليه ما يعرف ينام حتى. بنلاحظ إنه في حروق شمس حتى درجة أولى أو درجة ثانية، إذا رحنا على المسابح وارتادوها بدون ما ياخذوا الواقيات الشمسية المناسبة لهذا الموضوع. عم نشوف حاليا كمان احنا التحسس الموسمي اللي كان قبل بشوي وامتد لحديت هلا، التهاب الانف التحسسي او الربو او الزكام او التهاب القصبات التحسسيه. فبشره الاطفال حساسه لاي شيء ثاني، مشان هيك احنا بنكون كثير حذرين وعم نستعمل شامبو للطفل، نستعمل مرهم للطفل او اي ماده حتى من جلد الطفل. لازم تكون ماده يفضل تكون هي مواد طبيعيه خاليه من اي ماده مضافه او كيميائيه. ايضا في حساسيه الاطعمه عند الاطفال بعض الاحيان بتصير دكتور، والاطفال يعني الاهل ما بيعرفوا من شو ممكن يتحسس اولادهم، بتعرف دائما في اطعمه جديده بتدخل على غذاء الطفل كل فتره وفتره. كيف بنقدر نكتشف اذا عندنا طفل بيتحسس من نوع معين من الاطعمه، هل هي بتكون علاجها بسيط بيمرق بسهوله؟ هلا صراحه احنا هون الطفل من شو بيتحسس كماده غذائيه ما كثير بنحسن نحددها بشكل واضح. نحن عندنا مثلا مرجعيه لاكثر من 20 او 30 ماده محسسه متعارف عليه انه هي بتحسس الاطفال. يعني مثلا الفريز معروف انه محسس، مكسرات، الفواكه المجففه، اي ماده محفوظه ممكن الطفل يتحسس من سواغ الماده. السمك مثلا محسس، الطعم محسس. هلا موسم البطيخ، الاطفال كثير بيحبوا البطيخ والكرز والمشمش، وهدول كلها مواد محسسه. فهي مواد متعارف عليها، ممكن تتحسس من ماده ثانيه ما بتحسس منها غيره. فهي بقى مع الاسف بدنا نشوفها بعد التعرض، يعني بنلاقي الولاد بعد كل ما عم ياكل هي الاكله عم يدفع جسمه، فمعناتها هي الاكله هي متهمه. صحيح، حتى الكبار يعني احيانا عندهم ماده بتحسسهم غير، مثلا في عالم بتتحسس من كل شيء اخضر سواء النعناع، الفليفله، هدول القصص يعني كمان الاطفال هيك. هلا بدنا نحكي بس انه في شيء وقائي مثلا لهذا الموضوع تقدر تعطيه الام للطفل بحيث كمان ما انه ياثر عليه هذا الدواء يسبب له مثلا اعراض ثانيه؟ هلا احنا صراحه ممكن نعتمد على مضادات التحسس اللي بتنعطى من مثبطات اللوكترين او مثبطات جذب الكريات البيض المستعمله، ممكن يعطوها بشكل وقائي. ممكن نعطي احيانا ابره التحسس باول كل موسم مشان نحمي الطفل خلال موسم الحساسيه انه تجي اعراض تحسس شديده، ممكن تجي النوبه بشكل اخف بتصير. تمام، في عالم بيعطوا انه ابر الهستامين او شيء يكون محفوظه معه، او اذا الطفل بيتحسس من شيء معين يكون في سوار على ايد الطفل
او اي شيء يدل انه انا مثلا ابني بيتحسس من بنسلين، ابني بيتحسس من الهستامين، ابني بيتحسس من بياض البيض، حتى اذا راجع مشفى او كان باي مكان الناس تعرف انه هذا الطفل بيتحسس من ماده معينه. ضروري. بما انك تلقى دكتور للابره اللي يمكن تاخذ يعني بياخذوها الاشخاص على موسم ان كان للاطفال او ان كان للكبار، هل هي امنه هي الابره؟ ما لها اي اثار جانبيه؟ هي من شو ممكن تكون مكونه؟ هي الابره احيانا بتكون انتي هستامين او بتكون فيها بتركيبها كورتيزون. هيك كل هيك عم اسال حضرتك عليها. لهي معظمها عندها رعب من الكورتيزون. نعم. انا اذا ابني اخذ كورتيزون معناتها حينضربه مفاصله، حينضربه ركبه، حيسمن، حيسمن، حينقصه الكرس. ففعلا في ناس عندها تخوف من الكورتيزون، وهو دواء كثير استعماله جوز شائع لانه تحسنه سريع، تحسنه سحري يعني. كثير بيبيض الوش بالاعراض العاليه. جرعاته لازم تكون يعني حسب طبعا، بس جرعاته مدروسه بتكون يعني. طبعا انت عم تراجعي طبيب اطفال اخصائي، فحيكون عارفان بالجرعه وعارفان شو الماده كميه بتناسب هذا الطفل. وبنرجع لك احنا الاطفال على فكره بتحمل الكورتيزون اكثر من الكبار، عكس ما الناس بتخوف منه انه هذا طفل، طفل بتحمل الكورتيزون اكثر من الكبير. حتى احنا احيانا بالكورتيزون عند الاطفال ممكن نسحبه بشكل مفاجئ مو بشكل تدريجي. يعني بتلاحظي الكبار بنحطه على الكورتيزون ما بنسحب الدواء فورا، اما الطفل ممكن نسحبه بشكل مفاجئ. فلا الاطفال بتحملوه اكثر بس بجرعاته المدروسه. يمكن حتى في سؤال هيك بدنا نسألك يا دكتور، يعني انه بيطلع دغري من جسم الطفل الكورتيزون على عكس الكبير مثلا؟ الكبير احيانا اذا عم ياخذ كورتيزون لا تحسس ممكن يضل سنه ليطلع الكورتيزون من جسمه، الطفل اسرع يمكن هذا السبب توقفوا له اياه؟ هلا ممكن يطلع، اي ممكن يطلع الطفل يطلع انه ينسحب التاثير الدواء من جسم الطفل اسرع. هو اللي بينسحب مو الدواء، اللي بينسحب التاثير الجانبي تبع الدواء، انه وزمه السوائل هاي الوزمه بتصير تلاقي الطفل يعني بس انه يطلع الدواء من جسمه ممكن تطلع. تمام. ممكن تتراجع. بما انه كنا عم نحكي على فصل الصيف سالي وعم نحكي على الشمس بالبدايه وهلا الاولاد كثير عم يروحوا على المسابح احيانا مع اهلهم احيانا من دون اهاليهم لانه يمكن في نوادي او نوادي صيفيه او حتى روضات او شيء، فالطفل مو دائما ابوه وامه معه لحتى يديروا بالهم عليه قبل السباحه. شو هي العوامل يلي بنقدر نقي فيها اولادنا او ان كان من خلال الكريمات الواقيه؟ هل هي فعلا مفيده وممكن انها تحمي من اشعه الشمس المؤذيه لبشره اطفالنا؟ هلا هو طبعا يفضل بهيك حالات نحن نبعد اطفال على السباحه، ما نبعتهم بشمس يعني منتصف الظهيره، الشمس القاسيه الحاميه. ممكن مثلا يكون السباحه 9 الصبح 8 الصبح. انا لاحظت انه في كثير مسابح نوادي صيفيه خصصوا اوقات الاطفال بهذا التوقيت، وهي شغله كثير منيحه انه خصص صباح الطفل مثلا من 8 لل 10. وهي الشمس غير مؤذيه، هي الشمس ما لها مؤذيه. نحن بنخاف من شمس الظهيره تبع 12 الظهر، هي كثير ممكن تعمل لنا حروق. تمام تمام. بالنسبه للكريمات الواقيه، الكريمات الواقيه بصراحه اعطت نتائج حمايه جيده جدا، يعني انه درجات البي اتش المتوازنه عم تعطي حمايه للطفل. يعني اذا صار حروق شمس ممكن يوقف عند الدرجه الاولى ما يعطينا حروق بشكل اشد مثلا. قدام مهم الام ايضا يمكن ما تستخدم للطفل مثل ما عم تستخدم لها، يعني احيانا بتكون عم تحط واقي شمسي تحط له، يعني قديش كمان هذا الموضوع تنتبه عليه تجيب شغلات صحيح بيفرق شيء للاطفال. تماما. هي واقيات الشمسيه للاطفال إلى درجات بأش معينة هنك أخف من الكبار. إيه لأنه منلاقي أمهات عم تحط على وجهها يلا بتدهن له. هاي ضرورية كمان، ما لسه مسحوق الأمهات مسحوق للأطفال، حتى أطفال جو هن يستخدموا الصحيح الأم يعني من باب التقليد أو كذا. كمان لازم يكونوا حاطينهم بمكان آمن، يعني مستحضرات التجميل اللي بتستعملها الأم أو اللي الواقيات. أحيانا بتصير حروق مثل ما ذكرت حضرتك لو كانت من الدرجة الأولى، بس بتكون مرهقة ومتعبة، يعني أحيانا على اللمس بتصير بيرجعوا جلد للطفل، بيصير يحك شوي، ممكن انه شوي ترتفع درجة حرارته للطفل بعد هي التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، كيف هون بيتم التعامل مع الأمر؟ احنا هون طبعا بنحاول نعمل دوشات يعني مي باردة، مو باردة كثير يعني بس انه فاترة. بنستعمل كمان المراهم المرطبة مثل الكلامينا اللوشن او اللوشن المرطب الثاني، بيرطب الجسم فبيعطي الطفل شوية هدوء يعني. ما نستعمل مواد مثلا ممكن تلزق بالجسم مثل البودرة او هي ممكن تسئلنا الوضع اذا لزقت بجسم الطفل، فممكن تسئله للوضع. البودرة ممكن تكون سيئة، ممكن تسئله لانه هي بوجود البودرة نفسها محسسة، يعني بوجود الورقة بتحسس من البودرة نفسها. تمام. كمان فينا نحكي يا دكتور يعني الاهمال احيانا، انه ممكن تشوف انه صار في بقعة بجسمه تتركها، ثاني يوم تلاقي انه عم يزداد البقع، لاخر شيء يعني باخر مرحلة هي تراجع الدكتور. فقديش احيانا الاهمال
بيؤدي الى تفاقم الحاله ولا صعوبه العلاج، يعني بقى تلحقه من اوله، وكمان ما تكون موسوسه كثير، بس انه اذا كان في شيء غريب الام دغري بدها تحس فيه يعني. فقديش مهم انه مراجعه الطبيب صراحه. هون قدام اي طفح عند الطفل لازم الاهل يميزوا لدغي الحشرات مثلا، يعني انه تعرف هذا الطفح هل هو لدغ حشره ولا لا. لدغي الحشرات بيعطيك مظهر مميز انه هو بيجي بمناطق متباعده. وين مثلا؟ يعني مثلا بالاماكن المكشوفه من الجسم. تمام. عرفت كيف؟ يعني مثلا انه طفل مو معقول نلاقي بظهره لدغ حشره، مثلا هو لابس قميص. تمام. فغالبا الحشرات بيعتمدوا الذراعين او الساقين وبشكل متفارق تبعك، يعني حسب كل المنطقة وبعد حوالي 50 سم، بعد حوالي 50 سم. فإصابات في هذا التفاوت ببين في تدخل. أما طفح مثلا محمد بيبين نادر بيكون. تمام. يعني دائما ميسان، يمكن خلينا نحكي حكى على الدكتور هيك موضوع كتير مهم، هو أنه تميز الأم بين الطفح الجلدي وبين يمكن الشرخ خلينا نقول أو الحساسية. يعني عم نشوف هلأ بهالفترة كتير موضوع الآرس، يعني مع أنه البرغش أحياناً ممكن كتير نستهين فيه، ولكن الكثير من الأطفال أو الناموس، يعني الأطفال عم يصيبهم حساسية من موضوع القرص يلي عم يتعرضوا له. إلى أي درجة أنه هذا الشيء صحيح؟ ممكن الناموس يعمل لهم حساسية نتيجة أو بيقولوا له يمكن عم يتسمم أحياناً الجسم نتيجة يكون كثرة القرص. تمام. هلا الحشره احيانا بعد ما تدق مكان الاصابه فبتحرر هيستامين بشكل شديد بالجسم. بصراحه موضوع التحسس موضوع اكبر بكثير من نحن نوقف عن قصه لدغ او لسعه نحله او اي موضوع اخر او الطفح التحسسي الموضع. مثل حكيتوا هلا انه في الشري هو حاله تحسس اشد، فبنلاحظ فيها وجمه بالشفاه، وجمه بالوجه، وجمه بايدين والطرفين السفليين احيانا. حالات تحسس ممكن تصل لالتهاب قصبات تشنجي، ممكن تعمل ضيق نفس، ممكن تعمل توسع اوعيه معمم، وانخفاض بالضغط. فهون احنا بنعطي ابره التحسس بشكل اسعافي. فموضوع حساسيه ما هو قصه بسيطه، ما هو بس انه طفح جلدي، ممكن يكون له مراحل اشد بكثير. فنحن قدام لسعه نحله، لسعه عقرب، عنكبوت، حشره الناموس، حتى اذا لقينا بلش في ضيق نفس عند الطفل عم يصفر صدره، لازم هي مراجعه بصراحه. نعم. حتى مشافي مو اطباء بهيك حتى حالة. ممكن ترتفع درجه الحراره. تماما. نتيجه تماما. حتى لو لسعه نحله يعني. ايه لهون هو رد فعل من الجسم. عرفت كيف؟ جهاز المناعه هو جهاز عملاق جدا، وجهاز الدفاع يعني هو جيش الانسان بالنهايه، فهذا الجيش اذا تفعل بشكل خاطئ حيعمل مشاكل كثير كبيره. نعم. يعني مع هالمعلومات دكتور وائل، يعني القيمه اللي حضرتك فدتنا فيها لليوم، نتمنى لك نهار سعيد وكل الشكر لك، وايضا نتمنى السلامه. يمكن هدول النصائح هيك ان شاء الله يا رب الامهات يقدروا يستفيدوا منها، وان شاء الله ما حدا بيصيبه غير كل خير ان شاء الله. نتمنى السلامه للجميع. آمين. وسلام لاطفالنا. شكرا كثير لك دكتور وللمعلومات اللي قدمت لنا. شكرا كثير لحضرتك.